تسرح نهائي، كل زول محل ما جاء يرجع محله. بعد في عمليات بتعملها الامم المتحده دي دي ار وشنو شنو تعويضات، كيف تسلم بندقيتك دي ولا كيف تسلم النصع بتاعك ده، الكلام ده تشرف عليهم فوضيه نزع السلاح والتسريح وكده يعني. لكن كلهم الناس دي بما فيهم منسوبي الحركات المسلحه الناس دي تسرح، الجيش ده يخش بالبوابه المعترف بها عشان ما في عسكري يضرب زول في الشارع طالع لانه هو ضد النظام، ولا عشان ما في جيش يكون عقائدي وايديولوجي، ولا عشان الحال اللي حصلت في 30 سنه او من 58 في الحاج بن عبود دخول الجيش في السياسه ده ثاني حكون خط نقطه وسطر جديد يعني. لا تابع للحزب الشيوعي، انا بختلف تماما مع الحزب الشيوعي، لكن الكلام اللي قاله منطق منطق، وده الكلام اللي قبل كده اللي تتذكر قلته، في ناس جبت مكالمه صوتيه وعلقت فيه والناس اوه جاطوا في الموضوع. اي زول شايل رتبه هنا في المحل ده، لو انت قدرت تبني وطن، لو قدرت تبني وطن طوالي تشيلها برا، تشيلها برا طوالي، وبعد ذاك نجي نغنينا الرتب دي، نغنينا تغنين، عارف التغنين؟ في كليه حربيه وفي تاهيليه، انت بعد ذاك ندخلك التاهيليه، شهاده جامعيه شهاده سودانيه كده، ناس عندهم شهاده اساس ما عندهم، بعد ذاك وكيل عريف، عريف رغيف، رغيف اول، حضر الصول كده، دير الرتب الصغيره، الرتب الكبيره دي نغنينا. وعندنا ضباط برضه كان تعبين لجبال النوبه والنيل الازرق، رفضوهم النظام لانه كان خالف التعليمات، ديلك بيعتبروا تعبين للاقليم صح؟ بيمثلوك، نرجوهم في الجيش. انصاف ولا مصر؟ ده الموضوع المضبوط اللي يمشي، طيب نمشي قدام شويه. كويس؟ لكن ما 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 بهمجيه، بس انا 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 زعلان من الزول ذاك من المفترض كان يعني كان كان ناي. طيب نشوف حياه، حياه برضه الليله انا ما قاعد اجيبها لكن نشوفها قال شنو؟ لكن بعد زي ما الحسن حسن بقى تجيب لي الحاجات وكده. قال بيان للامه السودانيه مالنا ومالكم. حول مخطط الحرق الشعبيه وميليشيات النوبه العنصريه تصفيه العنصر العربي من منطقه دار المسيريه. والله النوبه ديل اصلا احنا ما شفناهم هم شرسين. اكثر ناس كانوا مسالمين في الدنيا دي هم النوبه. والجقادون كلهم جو من دارفور ديل. أسع الحلو والقائد ده بسناتي من دار مساليت. والاستفزازات اللي لقوها من القبائل الحدوديه كان الجنوبيين كلنا نحن مشاكلنا أسع مع الجنوبيين، جات مع من القبائل الحدوديه دي، نحن الشماليين ديل مشينا لهم اطباء، مشينا لهم مهندسين، مشينا لهم معلمين، مشينا لهم موظفين، مشينا لهم عمال، بالرغم انهم غدروا بينا وقتلونا. لكن نحن اصلا عمرنا ما دخلنا معاهم في حرب. دخلوا معاهم في حرب وقاتلوهم وبيقتلوا فيهم وبيعملوا فينا العنصريه هم القبائل الحدوديه اللي منها المسيريه دي. تعالوا شوفوا بياهم. قال الكل يعلم ويسمع. فاهم حاجه؟ عيسى قدامك الله قريب عشان ما تموت، عشان ما تموت بعد ما ينضرب الحابل بالنابل. آي الناس تعمل شير يا جماعة، ها رأيك شنو؟ نكرر الموضوع ده حلو شديد. عيسى تعال لي قريب، الليلة جلد 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 من طرف، ها. لكن بعد زي ما الحسن بقى تجيب لي الحاجات وكده. قال بيان للأمة السودانية مالنا ومالكم حول مخطط الحرق الشعبية وميليشيات النوبة العنصرية تصفية العنصر العربي من منطقة دار المسيرية. والله النوبة ديل طبعا هي نوباوية حياة، طبعا حياة نوباوية، عشان كده يا زول دافعت للنوبة بهدة وشدة، تحياتنا للنوبة شت وانا مرتين نوباوية. طيب يلا نمشي قدام. اصلا احنا ما شفناهم هم شرسين. اكثر ناس كانوا مسالمين في الدنيا دي هم النوبة. نعم. والجقادون كلهم جو من دارفور ديل. اسع الحلو والقائد ده بسناتي من دار مساليت. والاستفزازات اللي لقوها من القبائل الحدوديه كان الجنوبيين كلنا نحن مشاكلنا اسع مع الجنوبيين، جات مع من القبائل الحدوديه دي، نحن الشماليين ديل مشينا لهم اطباء، مشينا لهم مهندسين، مشينا لهم معلمين. القبائل الحدوديه دي منو؟ قال النوبه برا ناس مسالمين وناس طيبين، ولكن القبائل الحدوديه دي هي جابت المشاكل. منو هم ديل؟ نمشي قدام كده، ممكن توضح لنا يا حياة، يا دكتورة حياة توضح لنا انه القبائل الحدودية دي منهم؟ نمشي قدام معنا يا جماعة حياة. مشينا لهم موظفين، مشينا لهم عمال، بالرغم انهم غدروا بينا وقتلونا. لكن احنا اصلا عمرنا ما دخلنا معاهم في حرب.
دخلوا معاهم في حرب وكاتروهم والبتروا فيهم واللي بيعملوا فيهم العنصريه هم القبائل الحدوديه اللي منها المسيريه دي. تعالوا شوفوا بياهم. قال الكل يعلم ويسمع بالاعتداءات المتكرره من قبل جيش الحركه الشعبيه المخلوط بميليشيات من ابناء قبيله النوبه القبليين العنصريين على امه المسيريه. هذه الاعتداءات المتكرره طبعا المسيريه طيب دافعوا عن نفسكم. كانت بهدف اجلاء المسيريه من مناطقه والتوسع الجغرافي للحركه الشعبيه داخل ديار المسيريه. نذكر من هذه التعديات المتكرره للراي العام اولا اختطاف الشاب عز الدين من ابناء المسيريه. ما انتوا عادي قاعد تختطفوا بعض يعني. اختطافاتكم دي قبل كده نحن واجهنا بها في المجتمع الدولي قالوا ده استرقاق ورق وفي النهايه طلع اختطافات بيناتكم انتوا. الكلام ده ما من الليله ولا من امبارح. قال الشاب يركب موتر توك توك في طريق عودته من قريته. وصل القرية جو متساوقين سوق الخميس وعايد مدينة لقاوة نصب له كمين وتم اختطافه وادخاله إلى الجبال الغربية ولم تعلم أسرته حتى شيء حتى الآن ميت ولا حي. تم الاعتداء من نفس الميليشيا على ركاب موتى التوك توك عايدين من تعزية فنصب لهم كمين تم قتلهم جميعا 7 أفراد بينهم 4 نساء. تم نهب عدد 5 عربات 2 من المنطقة الألمانية من المنظمة الألمانية للنساغين من المسيرية وعربة من المواطن ياسين وعربتين من منطقة رابحة لأن أصحابهما من المسيرية. قاموا بقطع الطريق الواسط. طيب أنت طالما حاصره في المسيرية المسيرية دي أشد منهم فيه مش دافعوا عن نفسهم. أيوه قال ما تحصر الخطاب ده بس في رسول الله خطابي طبعا قال تقرا الخطاب ده ما تحصر الخطاب بس في المسيرية مسيرية الباقي الناس ما متضررين يا زول مش المهم ها دق من طرف كتبت فوق وتحت آي كتمت عرفت كلامي؟ طيب لسه انا بلخص في المواضيع انا بلخص بس ها انا بلخص بس ما عندي اي شغل بلخص بس طيب نمشي قدام شويه انتوا رايكم شنو يا شباب؟ انتوا رايكم شنو في ماذا انتم فاعلون؟ طيب نمشي قدام شويه يا جماعه. طيب في ناس ها في ناس قاعدين يقولوا ها في ناس قاعدين يقولوا انه السلطة قالت دايرين يسلموها لكباشي رئيس مجلس السيادة ده وبعد ذاك كباشي عنده خلاف مع حميتي وتقوم الدائرة بعد ده والكرتو كرتو يقوم بعد ده فالبرهان أنا ما أعرف فات أمريكا ولا ما فات أنا ما تابعت المهم من قبل قافل تلفوني بس أسجل ودير ألخص بس لخصت الاثنين فيديو هذيل وبعد ذاك نمشي قدام طبعا الناس مستعدين استعداد زي ما امس شفتوا يمكن في الفيديو انا جبت لكم منتظرين شهر 10 و11 وشهر 10 هو على الابواب و11 و12 في الثلاث شهور دي قالوا لو ما استلموا الاراضي في دارفور فتاني قال ما اظن هيستلموا اي وطن طبعا انا حسب المخطط حقهم اثنين اي زول يا جماعه نحن نبهنا كثير وورينا الناس كثير لكن في ناس طبعا يعني ما بمشوا زي ما قال اللي بالشلوت في الفيديوهات انا مرات كده بقطع زلط وبنبس وبكورك لجنوب ما لي كل الناس لكن في ناس بالمناسبه بيستاهلوا يعني لازم تشلتهم وحتى بعد ذاك تصحوا من النوم عشان ما يكونوا يبي اداري بعد ذاك في ناس جزء من الناس قاعدين نايمين وبيرقصوا وفي ناس بسيط جدا يعني كميه بسيطه جدا مسلحه والتسليح البسيط الموجود السلاح اللي عندنا ليه ده لو عندنا بندقيه واحد بنجيب العشرة ولو عندنا عشرة بنجيب المية ولو عندنا المية بنجيب الالف نحن برضه ما بصدد انه يوميا بس يعني نشتري سلاح ولا نشتري ذخيره وبتاع طبعا كان في ناس بلغونا واحد قال لي البرهان في امريكا في ناس بلغونا قالوا لنا يا اخي القروش عند الناس من المفترض ما كانت تكون في الخزينه من المفترض يشتروا الذخائر الزمن الذخيره الرخيصه يشتروا الذخائر ولكن الناس دي بيجمدوا القروش ودي برضه رساله عشان الناس هناك من الارض بلغوني القروش ما تتجمد يشتروا بها السلاح والذخائر بنحسي لانه قال الناس دي ما بيشتروا السلاح والذخائر الا زمان الكتمه في نيويورك طيب عموما المهم يرجع ما يرجع يبقى
المهم انا ما 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 قاعد يهمني كثير، لكن الشيء اللي يهمني وبيهم الناس كلهم يا جماعه، الناس تعمل شير، الشيء اللي بيهمني انا وبيهم الناس كلهم، نحن العم مقسمين كيما لسه، وكلنا زي ما قال في فتيل. امبارح يمكن جبت لكم امسيب، امسيب يمكن في ناس كثير بعرفوه، فقال داير يركب سرج مع الجنجبيل. هذا كلام طيب جدا، كلام حلو جدا، كونك انت داير تدق الجنجبيل ده كلام حلو طيب. الجنجبيل طبعا حلمه يمكن زي ما المؤتمر الصحفي ده فيه والشوي ده يتكلم، ده تابع للحزب الشوي، فبيقول يا اخي الدعم السريع ده لازم يدمجون في قوات الشعب، ما يسرحوا ما يدمجوا، ما يدمجون في قوات الشعب المسلح، يسرهم. يمكن قال يصيرك كلام واضح جدا في الفيديو حقه ومشير وموجود قاعد في اليوتيوب، انه الدعم السريع عنده قوه والا يتواجه بالقوه. يجب على اخواننا الشماليين بعد ده يشوفوا جنبه زي ما قال يرقد فيه. في هجوم ثقيل جدا بالنسبه لناس جبرين ومني، ولكن في بالذات في على جبرين انا ما اعرف يعني يعني هو وزاره الماليه ده يعني ما لهم الناس دي بكوركو. في مكالمه صوتيه يا جماعه، الناس تعمل شير يا جماعه، شيركم ضعيف جدا. في مكالمه صوتيه هنا نشوف انه الناس دي قالوا فيه شنو. عرفت كلامي؟ طيب يا هذه المكالمه الصوتيه. طيب يا هادي نسمع بلا جمال هامش شباب خصوص. شايف الايامات دي في حمله ممنهجه دكتور جبريل وزير الماليه، وما في مبرر اصلا لهذه الحمله. يعني طبعا جبريل على مدار التاريخ انه وزاره الماليه من الوزارات السياديه الحصريه بالنسبه لابناء الشماليه ونهر النيل، وعن طريقه بيصدروا بدون ما يدفعوا للدولة حاجة، وبيوردوا بدون ما يدفعوا للدولة حاجة، بل إنه هم بيكونوا معفيين من الجمارك ومن الضرائب ومن وبحاربوا الآخرين، ما بيستطيعوا حتى إنه يجوا يقدروا يكونوا جزء من المنافسة الحرة في السوق، زي ما حصل لأولاد الشندي الأمور لأولاد الغرب السودان في سوق ليبيا. والآن بمناسبة مجرد ما جه جبريل ومسك وزارة المالية بقى الامتيازات الوهمية بالنسبة لأبناء الشمالية ونهر النيل ما موجودة عن طريق بتاعت وزارة المالية. يعني لما تدخل أي صادر لابد إنك تجمرك، وتطلع أي وارد برضه لابد إنك تدفع مستحقات الوطن. والكلام ده أكل مع الشماليين جنبها. الآن ما يكورك ويقول لك السودان دار يغرق، والسودان الحافات هاوية بتاعت انهيار بوزير الماليه والحكومه كلها. الفريه بتاعت ابناء الشماليه فقط لانه مصالحهم انتهت وبقوا متساويين مع كل الشعب السوداني في الوارد في الصادر، بيجوا مروا بقنوات بتاعت الماليه المعلومه وبدفعوا زيهم زي الاخرين. وهم زمان كان بمناسبه يعني لقينا في الواحد فيهم بيجيب بضاعه من خارج السودان ما بدفع ولا جنيه الا الترحيل، وبيطلع بضاعه ما بدفع ولا جنيه الا الترحيل. فكان لاقين الدنيا ميري بالنسبه لابناء الشمالي ونهر النيل. الان لما جاء جبريل ساوى بين كل ابناء الشعب السوداني. الان تشوف ناس الشريك ولا ناس الكردفان ولا دارفور ولا جبال النوبل، زول بكورك ما في، اسال بكورك كل ناس الشمالية. يقول لك الصادر والوارد انخفض بنسبه 25%، ليه انخفض بنسبه 25%؟ ما لانه زمان كان الصادر والوارد بدون مقابل، يعني باب بدون بواب، تطلع على كيفك ابناء الشمالي تطلع على كيفك. الان بقى دار تطلع لابد تدفع، دار تجيب لابد تدفع. الكلام ذاك ما مجنبه، وما 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 الامتيازات الزمان الوهميه اللي لاقينا دي الان انتهت. فعشان كده الناس قاعدين بكورك وبقول لك جبريل ما نافي وجبريل ما بيت القصيد. طيب في ناس قالوا يا اخي جبريل ده عمل شنو؟ او نحن لاقين منه شنو؟ والله يا اخي انا طبعا شخصيا ده طبعا بدافع على جبريل، لكن انا ما بصدد الدفاع عن جبريل ولا بدافع عليه ولا 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 عمل لنا شنو هذولك ناس زي ما قالوا مجددين في معسكرات النزوه ولا شو. لكن انا داير الشغل ده كله يمشي سوا، كله كده، كله دقه واحده كده ينبر. طيب اذا داير تشيل الكلام ده، داير تشيل جبريل ودير تشيل الحركات ودير
تبني وطن ودير تحاسب اي مجرم عندك طريق واحد بس، غنى واحده بس تمر بها، ما في ثاني. اي فلسفه، اي فلسفه، اي كلام خير الكلام. انا حسي الكلمتين اللي اقولهم ده والله تمشي، ويا ما في ناس مشوا ثاني رجعوا عمره كان بقى تمشي كده ثاني ترجع في كلامنا اللي هو القناه الوحيده والبوابه الرئيسيه الوحيده اللي بيضللنا برا الامانه، نتفق شرقنا وغربنا وجنوبنا وشمالنا.